المسلسل. جماهير الأهلي طلعت اليوم زعلانة وغاضبة، في اللي يقول الإدارة، في اللي يقول المدرب، وفي اللي يقول التحكيم. ما هي كلمتك وردة فعلك؟ حقيقة التحكيم هو الحلقة الأضعف في مشروع جميل. أنا أتمنى من لجنة الحكام أنها تراعي هذا الأمر. سلبنا في هذه المباراة، سلبنا من النقاط الثلاثة بسبب التحكيم، سواء في إدارة المباراة بكاريزما الحكم، الوقت المهدر كثير، سواء بركلة جزاء أعتقد أنها واضحة، هذا تكرر معنا في أكثر مباراة. المفروض أنه هذا ما يحصل، وأن تكون جمالية المشروع متكاملة. ما يقدم من سمو سيدي ولي العهد في هذا المشروع يعني المفروض أنه ينعكس بشكل إيجابي من خلال اللجان اللي بتقدم عمل. سمو وزير الرياضة ما قصر حقيقي، بيدعمنا بكل الطرق، لكن ما نرى في داخل الملعب أمر يعني لا يليق بجمال الدوري هذا اللي المفروض يكون. نتمنى أن يراعى هذا الأمر، لأنه حقيقي جماهير الأهلي وإدارة الأهلي مستاءة من الوضع اللي بيحصل وبيتكرر في كل مباراة. شكرا لك. نتكلم عن اللعيبة، هل في إشكالية من اللعيبة أو التشكيلة في يعني مثلا عدم ترتيب؟ إن شاء الله أمور الفنية هذه تطرح في ميدانها، ولكن إحنا بنتكلم عن الشيء الوحيد اللي بيسلبنا نقاط بدون ما يكون لنا يد فيه، التحكيم، النقطة الأضعف في الدوري السعودي. شكرا.